شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية حاشدة وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال واستمرار العلاقات معها. فيما خرجت النساء في لبنان إلى الشوارع بمناسبة يوم المرأة العالمي أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيروت، حيث رفعت المتظاهرات لافتات مؤيدة للفلسطينيين. مظاهرات مساندة للفلسطينيين واحتجاجات منددة بالمحرقة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة. في الأردن خرجت حشود إلى شوارع عمان تندد بالعدوان الوحشي للاحتلال ورددت شعارات مؤيدة للفلسطينيين ورفعوا لافتات كتب عليها من الأقصى إلى غزة دعونا نكسر الحصار، مطالبين بإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. نحن اليوم في هذه المسيرة نؤكد على ما أعلن في البداية بأن طوفان الأقصى قام من أجل الأسرى والمسرى، فأن يبدأ شهر رمضان ومسرى رسول الله في هذا الحصار والمنع هذا مرفوض، ولذلك نحن جئنا من أجل كسر الحصار عن المسرى رسول الله وعن المسجد الأقصى وعن أهلنا في غزة الذين يتضورون جوعا بسبب حصار هذا العدو الصهيوني ومنع لقمة الغذاء وحبة الدواء عنهم. وفي لبنان ومن أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ببيروت خرجت النساء إلى الشوارع بمناسبة يوم المرأة العالمي في وقفة تحت شعار لا نضال نسوي بدون غزة، ورفعت المتظاهرات لافتات مؤيدة للفلسطينيين. نحن بنعرف ان يوم المرأة العالمي هو احتفالنا، نحتفل بيوم المرأة العالمي وانه هي عم تاخذ حقوقها وما تكون مهمشة، بس نحن اليوم متواجدين هلا بنصر المرأة الفلسطينية بما انه هي هلا ضمن حرب، هي هلا عم تعيش الحرب وعم تعيش التعنيف وعم تعيش الوجع، فنحن جينا نصر انه نحن ما رح نحتفل اذا ما كانت المرأة الفلسطينية عم تاخذ حقوقها، نحن جينا هلا نصر النساء الفلسطينيات اللي هن معرضين للحروب، فلحتى نقدر نحتفل يوم المرأة العالمي وننبسط ونكون فرحانين انه النساء عم تاخذ حقها وتكون عم تتمكن اكثر، لازم نحن نكون عم كمان ندافع عن المرأة الفلسطينية اللي هي تشارك معنا وتقدر تحتفل معنا باليوم المرأة العالمي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تظاهر عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين ضد الاحتلال عند مدخل الكونغرس، وذلك قبيل إلقاء الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد، مما اضطره إلى سلوك طريق أطول من المعتاد إلى الكونغرس.